عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقصر باليفو في برلين. وفور وصول الرئيس السيسي إلى القصر الرئاسي استقبله شتاينماير والتقط معه الصور التذكارية، كما وقع الرئيس السيسي في دفتر التشريفات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسان الألمانية العالمية للصناعات البحرية في برلين على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية. ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر، فضلا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر بها، خاصة مع التطور الشامل التي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية. أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس. جاء ذلك خلال قيام شويغو بتفقد مجموعة قوات فاستوك الروسية والتي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع لتقرير قائد المجموعة حول الوضع الحالي وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ المهام القتالية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي يعاني أكثر من غيره من العقوبات ضد روسيا ويستنزف أسلحته بإمداد قوات كييف بها. وشدد لافروف على أن مثل هذه التوجهات إلى جانب الاندماج العملي للاتحاد الأوروبي مع حلف الناتو تجعل الحديث عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد ليس إلا مسرحية. قالت قيادة قوات دونستيك إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي المنطقة 53 مرة خلال 24 ساعة الماضية ب665 قذيفة من مختلف العيارات. وأشارت القيادة في بيان إلى أن القصف الأوكراني تسبب بإصابة 3 أشخاص من السكان المدنيين بجروح. أكد المستشار الألماني أولوف تشولز أن الاتحاد الأوروبي يمر بتحول تاريخي ويجب عليه التغلب على التناقضات الداخلية وسط التحديات المتزايدة وأن يصبح لاعباً أقوى على الساحة الدولية. وأضاف تشولز أن الخلاف المستمر بين الدول الأعضاء يضعف التكتل، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة دفاع وهجرة منسقة. قتل 4 أشخاص بينهم مسلح في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاح، حسب ما أفادت الشرطة. وقال رئيس الشرطة في مؤتمر صحفي إن المهاجم كان يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، مضيفا أن الحادث أسفر عن سقوط جريحين إلى جانب القتلى وهم في حالة مستقرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول تفشي من نوعه لفيروس ماربورغ الشبيه بإيبولا في غانا، بعدما أكدت الفحوص إصابة شخصين بالفيروس. وأفادت المنظمة بأنه تم تحديد أكثر من 90 مخالطا بما في ذلك العاملين الصحيين وأفراد المجتمع ويخضعون للمراقبة.